قررت السلطات المصرية منع جماهير كرة القدم من حضور مباريات أندية البلاد في جميع المسابقات بعدما حطم مشجعون مدرجات في استاد تابع للجيش في مباراة للنادي الأهلي. وجاء القرار الذي أصدره وزير الرياضة العامري فاروق في أعقاب أعمال شغب في مباراة للأهلي بدور أبطال أفريقيا يوم الأحد الماضي، حين ردد مشجعون هتافات اعتبرت مسيئة وأظهرت لقطات تلفزيونية البعض وهم يحطمون مقاعد في المدرجات. ونقل الموقع الرسمي لوزارة الدولة للرياضة عن الوزير قوله أن على ضوء هذه الأحداث التي صاحبت مباريات كرة القدم لأندية الزمالك والأهلي والإسماعيلي تقرر عدم حضور الجماهير لأي مباراة محلية أو عربية أو أفريقية.